في انقلاب واضح وصريح على الفصائل المرتبطه بايران لاستماله واشنطن التي وضعته على لائحه الارهاب اكد زعيم ميليشيا بابليون ريان كيلداني انه يعارض قصف القواعد العسكريه الموجوده في العراق في حين ان بابليون متورطه بقصف المنشات المدنيه في اربيل واستهداف المدنيين الامنين وواصفا في الوقت ذاته بافل طلباني بشقيق السلاح والدماء وهجم الكلداني رئيس هيئة الحشد الشعبية فالح الفياض بسبب مصافحته لأمير الدليم علي حاتم سليمان ولفتان إلى أنه هو الوحيد من الحجداويين فعلها